ده شكل الوحدة بتاعت الـ FCC أو الـ Fluid Catalytic Cracking. الوحدة بتنقسم لجزئين، الجزء الأول الـ Hydrocarbon Side اللي بيكون فيه الـ Hydrocarbon، والجزء التاني بتاع الـ Air Side اللي بيحصل فيه Regeneration للـ Catalyst بتاع الوحدة. أول حاجة الـ Hydrocarbon بيخش من تحت في الـ Reactor Riser اللي بيحصل فيها معظم الـ Reaction بتاع الـ Cracking، وبعد كده بيطلع للـ Reactor اللي بيحصل فيه باقي الـ Reaction. الرياكشن بيتم على سطح الكاتاليست، والنتيجة ان الرياكشن دوت بيحصل فيه كراكينج وعند درجة حرارة عالية، فبيحصل بريسيبتيشن للكوك او الكربون على سطح الكاتاليست، وده بيؤدي للدي اكتيفيشن بتاعه. عشان كده بنحتاج نعمل له ريجنريشن ونشيل الكوك من على سطح الكاتاليست ونرجعه تاني as an active catalyst. والكاتاليست لما بيتكون عليه الكوك بيلقب بالسبنت كاتاليست، لكن الكاتاليست لما بيكون اكتيفيتد بيسمى بريجنريتد كاتاليست. الهيدروكربون بعد ما بيطلع ويحصل الرياكشنز بتاعه الكراكنج يبدا يطلع من التوب بتاع الرياكتور ويروح على المين كولوم. المين كولوم ده اللي بيفصل المنتجات الناتجه عن الكراكنج. هنشوف ان هو في سايد ستريمز كتير. السايد ستريمز دي عشان تشيل الحراره اللي كانت موجوده في الهيدروكربون اللي رايح له. فهنلاقي ان التوب برودكت هو اللايت هيدروكربون على هيئه الفيبر وعلى هيئه ليكويد، وبعد كده في الهيفي نافتا واللايت سايكل اويل والسلوري اويل. هنا كده طلعنا المنتجات بتاعتنا وعملنا رياكشن في الهيدروكربون سايد زي ما احنا قلنا. نيجي للكاتاليست. الكاتاليست انا بحتاج اعمل له ريجينريشن زي ما احنا قلنا، فببتدي اخد الكاتاليست عن طريق السبنت كاتاليست سلايد فالف. بيعدي هنا السبنت كاتاليست سلايد فالف، ده اللي بيعمل كنترولنج للكميه بتاعت الكاتاليست اللي بتطلع من الرياكتور وتروح على الريجنريتور. بيحصل هنا هو ريجنريشن للكاتاليست ويبدا يرجع تاني للرياكتور عن طريق فالف تاني اسمه ريجنريتد كاتاليست سلايد فالف، ويبدا يرجع للرياكتور مره تانيه ويختلط بالهيدروكربون. وهنا انا عندي في مين اير بلور بتدخل هواء للريجنريتور. هنا بيبدا افصل الكوك او الكربون اللي كان على سطح الكاتاليست ويتحول لجازز، يعني بحوله لسي او 2 وبيتحول لووتر، وابدا اخد الجازز الناتجه عن الكومبشن من التوب بتاع الريجنريتور بوديه على حاجه اسمها الجاز كاتاليست سيبريتور، عشان الجازز بيبقى فيها فاين بارتيكلز من الكاتاليست، فعايز افصل الفاين بارتيكلز دي عن الجاز اللي طالع. فابدا افصل هنا الكاتاليست فاينز وابدا اخد الجاز من التوب. ما زال عندي الجاز في كميه بسيطه جدا من الفاين بارتيكلز بتاعه الكاتاليست اللي محتاج برضو اشيلها، عشان الجازز اما تيجي اطلعها للاتموسفير تبقى مطابقه للمواصفات الخاصه بكل بلد. فابدأ اخد الجاز وعديه على اكسباندر. الاكسباندر دي الجاز بيبقى البريشر بتاعه عالي، اما يعدي على الاكسباندر بينزل البريشر بتاعه وبالتالي بيطلع لي انرجي. الانرجي دي انا بستخدمها في اشغل تشغيل جزئيا المين بلور اللي بتدخل الاير للجنريتور. بعد كده الجاز بعديه على حاجة اسمها السي او بويلر، وبعد كده بعد ما يعدي على الـ CO Boiler بيروح على حاجة اسمها الـ Electrostatic Precipitator. الـ Electrostatic Precipitator دي عبارة عن موجود فيها plates مشحونة بحيث ان هي تعمل attractions للـ ions بتاعة الـ catalyst، فيبقى positive و negative charges ويبدأ يعمل attraction للـ fine particles بتاعة الـ catalyst على السطح بتاعها. لما يحصل اتراكشن للكاتاليست فاينز على السطح بتاع الاي اس بي بيبدا يتولد عندي سباركس، يعني المنطقه دي عندي فيها سبارك.